سلام إخواني، تحياتي لكم ومرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفه خدمة ديال لا سيكسيون وديال الفونتوز. شنو هي لا سيكسيون؟ شنو هي الفونتوز؟ هي بعض الناس كتكون عندهم العظم ديال الفك ديالهم العلوي كيكون ميت وما كتبقاش لا بروتيز تشد ليهم. دونك في هذه الحاله هذه كنضطروا نديروا الخدمه ديال لا سيكسيون وديال الفونتوز، يعني كنخدموا واحد لا سيكسيون مع الفونتوز باش كيبقى يشد الطقم العلوي. هذه الخدمه هذه الا دارها لك السيد ولا دارها لك الطبيب، خاص ضروري الطقم ديال الاسنان ديما النظافه، وكل خطره مثلا كليتي خاصك النظافه باش هذيك لا سيكسيون ولا هذيك الفونتوز ما تجمعش فيها الماكله. دونك كنأكد عليكم النظافه، وحاولوا تتبعوا لا فيديو دو ا زد وتتبعوا الطريقه تاع الخدمه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الطريقه تاع الخدمه ديالها غادي نوريها لكم في الفيديو. تحياتي لكم وتبعوا الفيديو دو ا زد وحاولوا تبارطاجيو لاشين، حيت لاشين هاد الايام طايحه شويه المشاهده فيها. تحياتي لكم ومع السلامه. كيف قلت لكم هذه هي لا سيكسيون وهذه هي البونتوز. دونك هذا هو الطقم اللي غادي نخدموا عليه. اول حاجه غادي نديروا الموديل الطقم ديالنا، غادي نشد الموديل وغادي ندير ليه نكوليه باش نخدموا الموديل ديالنا. دونك هي هذه الطريقه، كنحاول انفيني البلاطر ديالي. دونك هذه الطريقه سهله باش ديروا الموديل ديالكم بالطقم العلوي. دونك هنا فينيت الموديل ديالي مع الطقم اللي غادي نخدم عليه سيكسيون الفونتوز كيف كيبان لكم هنايا في الصوره. حاولوا تتبعوا لا فيديو حيت قليل الناس اللي كيعرفوا يخدموا هذه الطريقه هذه. دونك انا غنوريكم الطريقه دو ا زد. دونك حيدنا الموديل ديالنا وغادي نحاول ندير ان ترو، نحفر الوسط البالي ديال لا بروتيز. دونك غادي نحاول نعبر لا سيكسيون اللي عندي وغادي ندير ان ترو على قد لا سيكسيون اللي عندي وغادي نمشي معاها كامله كيف كيبان لكم هنايا في الفيديو. دونك اون ميم طون راه حاط لا سيكسيون حدايا كنجيستي بها على حساب لو سيركل اللي غادي ندير. دونك هاد الطريقه هادي قليل الناس اللي كيخدموا بها، وكيف قلت لكم هاد الطريقه بالنسبه للناس اللي عندهم العظم ديال الفك العلوي مابقاش كيشد لهم الطاقم. الطبيب كيلجأ لهاد الحالة هادي، يعني لا سيكسيون أو البونتوز. دونك أنا كملت الخدمة هنايا. دونك لا سيكسيون كيف كيبان لكم هنايا حاولوا تحطوها بحال هكا، إلا قلبتوها راه مغاديش تخدم لكم. حاولوا لا سيكسيون حاطة أنايا، إلا قلبتي لا سيكسيون راه مغاتخدمش ليك ومغاديش تشدلك تشدلك البونتوز. دونك هنا كنخلط لا ريزين ديالي، هنا عندي ريزين فروة كنحاول نخلطها. وكنشد لا سيكسيون ديالي كنحطها كيف قلت لكم شو كيفاش حط لا سيكسيون، يعني لومبلاسمون ديالها بحال هذا الشكل هذا. الا قلبتوا لا سيكسيون ما غاديش تخدم لكم. غادي نحاول نزيد لا ريزين فوق البالي وغادي نمشي الكوكوت ميني ماجور. دونك كوكوت ميني ماجور كتحاولوا تسخنوا الماء شويه وكديروا تخدموا الكوكوت ميني ماجور ديالكم. دونك كيف قلت لكم هذه الطريقه هذه طريقه شويه صعبه، ولكن الا تبعتوا لا فيديو غادي تخدموه مزيان. دونك انا كنغراطي لا بروتيز ديالي، كنحاول نمشي مع لا بروتيز ديالي كامله في الغراطاج. عادي غراطاج عادي كنمشي معاها، كنحاول نفيني ليكسي ديال لا ريزين اللي عندي في البالي ديال لا بروتيز.
دونك هنايا لا سيكسيون ديالي ها هي، غادي نحاول نحيد واحد الالومنيوم كي كون تما. هنا غادي نضرب البابي فيغ البالي ديالي، غنمشي بالبابي بابي فيغ يعني كاغيط الحرش، هذا بابي فيغ 360، كنحاول نفيني نبولي هذا. دونك هنا كنحيد واحد بتيت كوش رقيقة اللي كاينة في لا سيكسيون، كنحاول نحيدها بلا فريز باش تبقى ليا غير لا سيكسيون ديالي، وغادي نحيد حتى واحد الالومنيوم كيكون تما. ساهل بحال الكاغيط كيتحيد، كنمشي معاه كاملة. هنا عندي فغيس صغيرة كنمشي مع الكونتور ديال لو سيركل كامل. دونك لا تبعتوا الفيديو ان شاء الله غادي توصلوا نتيجة احسن ونتيجة مزيانة. دونك انا غادي نمشي مع لو سيركل ديالي كامل، كنحيد هذاك الالومنيوم ديال بحال الورقة، ساهل دغيا كيتحيد. دونك كيف كيبان لكم بقى غير واحد المسمار، شي راه هو بحال المسمار، هذاك المسمار هو اللي كتخشى فيه لا سيكسيون، كتخشى فيه البونتوز. كنحاول نفيني بشويه على خاطري حيت شويه فيه شويه تاع الخدمه، كنحاول نفيني نحيد هذاك الليكسي كامل ديال داك الالومنيوم اللي كاين تما، وهذاك المسمار نحاول نبعد عليه ما نوصلش ليه بلا فغيز ديالي. كيف قلت لكم الطريقة هذه طريقة بالنسبة للناس اللي عندهم العظم ديال الفك العلوي ما بقاش كيشد ليهم الطاقم، كنلجأو لهاد الطريقة هذه ديال السيكسيون والفونتوز. وكيف قلت لكم ديما حاولوا تتبعوا الطريقة. اخوان بالنسبة لهاد الخدمة هذه ديال السيكسيون في التوتال كيف كتشوفوا ضروري النظافة، وكل نهار النظافة، وهذه حاولوا إلى توسخات ولا شي حاجة حاولوا تبدلوها، راه كتباع رخيصة وماشي غالية. دونك بالنسبة للناس اللي باغين يركبوا هذه ضروري النظافة النظافة النظافة، وتردوا البال لهذه إلى توسخات تحاولوا تبدلوها عند أي واحد راه كتباع في الفارماسي. وهذا نتمنى هذا الفيديو هذا ينال إعجابكم، تحاولوا تبارطاجيو إن شاء الله. هذه الخدمة هذه بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لاكريت مزيانة، يعني العظم ما عندهمش مزيانة، كيركبوا لا بروتيز وكيطيح لهم بزاف. دونك هذه النتيجة هذه كنحاولوا نخدموا هذه الخدمة هذه، واخا انا ما كتعجبنيش بزاف هذه الخدمة هذه، ولكن للضرورة دي احكام. دونك النصيحة اللي ننصح وهي اللي ركبتوا هذه حاولوا النظافة. تحياتي لكم، وحاولوا تبارطاجيو لاشين.